انتصار مهم وثمين للنجم الساحلي على النادي الافريقي هنا في ملعب حماد العقربي برادس، واقعيه النجم امام اهداف فرص النادي الافريقي. طبعا هذا هو عنوان الكلاسيكو. معي لؤي بن حسين لاعب النجم، مبروك الانتصار، انتصار مهم جدا ياتي قبل مباراه مهمه كذلك في كاس ربيع الابطال الافريقيه. اول حاجه الحمد لله يا ربي، والله نحب نقول حاجه برك، اليوم العمل الفارق هو الروح نتاع ليكيب والجرينتا، الحمد لله والله. وانتصار معنوي مهم قبل مباراة طبعا الهلال السوداني في تنزانيا. بالطبيعة تو هذه بطولة نطيوها، نفرح شوية تو نطيوها، عندنا حاجة ما أهم، إن شاء الله نركزوا فيها، إن شاء الله نجيبهم وغادي 3 بوان إن شاء الله. شكرا لؤي بن حسين لاعب النجم الساحلي. معي عماد بن يونس الكابتن، عماد بن يونس مدرب النجم، مبروك للنجم مرة أخرى، واقعية النجم هي التي أحدثت الفارق اليوم وحسمت أمر المباراة وكذلك تعويل النجم والنجاح على مستوى الكرة الثابتة وهي حل من الحلول. طبعا الحمد لله، معناتها الكرة الثابتة حل من الحلول، وجانا زوز فرص على معناتها هجمات سريعة ما سجلناها، جات على كرة ثابتة الحمد لله، 3 بوان مهمين برشا مع منافس على الصدارة في البطولة. الحاجة الباهية اللي بعد 3 مقابلات شامبيونز ليغ معناتها رجعنا للبطولة ضد فريق محترم وكبير على أرضية ميدانه، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع ردهات اللقاء، والحمد لله ربي يبارك خذينا المرتبة الأولى، وإن شاء الله نحضروا تو اللقاءات القادمة إن شاء الله. اللقاء القادم المهم هو في كأس ربيع الأبطال الإفريقية، يطوي صفحة الدوري والعين الأخرى على مسابقة مهمة وعودة الروح للنجم حتى على مستوى الإفريقي. الحمد لله، معناتها قلت لك الفريق نتاعنا من اول الموسم قاعدين نخدموا، فما شبان قاعدين يدخلوا في الفريق، فما دي جوار كادر اللي زاد قاعدين يقدموا في مقابلات باهيه، نحاولوا ديما نتحسنوا من مقابله الاخرى، هذايا الهدف نتاعنا هو التطور في المستوى كل لاعب وفي المجموعه كامله. الحمد لله قاعدين نشوفوا برشا حوايج باهيه، مع فما بعض الهفوات اللي لازمنا نخدموا عليهم باش نحسنوهم، هذه كره القدم معناتها ديما لازمك تخدم باش تحسن مردود الفريق. كابتن عماد بن يونس بالتوفيق. طبعا كما قلت هيكل في عنوان بارز ووحيد هو واقعية النجم وربما عدم تجسيم مهاجمي النادي الافريقي.